الجمعية ارتأت بالتنسيق مع مستشفى المختلف عمي موسى أن تقوم بحملة شهر أكتوبر الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعني الجميع لا يخفى عن الجميع أنه هذا مرض تفشى في المجتمع في السنوات الأخيرة. ارتأت الجمعية أن يكون توعية وتوجيه للنساء وخاصة النساء المناطق النائية، نساء الدواوير، لأنه هناك عزوف عن التشخيص أو عن التكلم خاصة في هذا على هذا المرض. فارتأت الجمعية أن يكون لها دور فعال في المجتمع، وذلك بإيصال رسالة للنساء، والنساء ونكرر ونقول النساء خاصة النساء الأرياف والمناطق المعزولة، بالتوعية والإرشاد والتوجيه للكشف. وإن شاء الله نتمنى ويكون إقبال، إن شاء الله رسالة توصل باش يكون إقبال المستشفى عمي موسى، وكشف نقولوا باللي الكشف هذا كشف مجاني، أقول وأعيد أنه كشف مجاني. بمناسبة هذا الشهر ألا وهو الشهر الوردي، شهر التوعية والكشف المبكر ضد سرطان الثدي، قمنا نحن المستشفى بالتنسيق مع الجمعية الولائية لترقية الصحة ومساعدة المحتاج بهذه الحملة. أظن أنها أولى في ولاية غليزان، كانت كاينة حملة تحسيسية لكن هذه حملة للكشف. صديق غادي تكون كاين قائمين على الفحص وكذلك بالجهاز الماموغرافي، ولا تطلب الأمر بالجهاز الليكوغرافي. وهذه الحملة ستكون كل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. الجمعية ارتأت بالتنسيق مع مستشفى المختلف عمي موسى أن تقوم بحملة شهر أكتوبر الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعني الجميع لا يخفى عن الجميع أنه هذا مرض تفشى في المجتمع في السنوات الأخيرة. ارتأت الجمعية أن يكون توعية وتوجيه للنساء وخاصة النساء المناطق النائية، نساء الدواوير، لأنه هناك عزوف عن التشخيص أو عن التكلم خاصة في هذا على هذا المرض. فارتأت الجمعية أن يكون لها دور فعال في المجتمع، وذلك بإيصال رسالة للنساء، والنساء ونكرر ونقول النساء خاصة النساء الأرياف والمناطق المعزولة، بالتوعية والإرشاد والتوجيه للكشف. إن شاء الله نتمنى ويكون إقبال، إن شاء الله رسالة توصل باش يكون إقبال المستشفى عمي موسى، وكشف نقولوا باللي الكشف هذا كشف مجاني، أقول وأعيد أنه كشف مجاني. بمناسبة هذا الشهر ألا وهو الشهر الوردي، شهر التوعية والكشف المبكر ضد سرطان الثدي، قمنا نحن المستشفى بالتنسيق مع الجمعية الولائية لترقية الصحة ومساعدة المحتاج بهذه الحملة. أظن أنها أولى في ولاية غليزان، كانت كاينة حملة تحسيسية لكن هذه حملة للكشف. صديق غادي تكون كاين قائمين على الفحص وكذلك بالجهاز الماموغرافي، ولا تطلب الأمر بالجهاز الليكوغرافي. وهذه الحملة ستكون كل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء طيلة من أسبوع، طيلة شهر أكتوبر. وبهذه المناسبة نشكر الجميع اللي حضر معنا واللي ساهم كصحافة والنواب والسلطات المحلية والسلطات العسكرية، بارك الله فيكم. وبغي إن شاء الله هذا المساج يوصل إلى جميع المرأة الغليزانية وخاصة المرأة الوانشارسية. والسلام عليكم. نشارك في هذه الحملة التضامنية من أجل الوقاية ووقاية والكشف المبكر للسرطان. هنا ومن هذه المنطقة ندعو نساء ولاية غليزان عامة، وبخاصة نساء ولاية دائرة عمي موسى ومنطقة الوجه اليس، أن يتقدموا إلى مستشفى عمي موسى من أجل الكشف المبكر عن مرض السرطان، والذي هو شهر أكتوبر كامل إن شاء الله، والذي يكون العلاج مجاني.